قولي انت بتشتغل ايه؟ مدرس في خليل باباز. يا سلام، ده كنتش الميزة في المدرسة دي. جاكوزي مدرسة انشأت في القرون الوسطى. يلا يا رفعت يلا. طيب يا حبوب، هشوفك بكرة. انت ما تباتيش لبكرة ابدا. انا حسب الله رضيع الفن ونابليون اكبر فرقة موسيقية نحاسية. الهي لا تحرجني لها يا رب، افرجها من عندك يا كريم، ابسطها يا طارق. كفاية ما تبسطهاش اكثر من كده. فنان تميز بخفة الظل وله بصمة فنية مميزة، إنه الراحل عبد السلام النابلسي. ولد في أغسطس عام 1913 في إحدى قرى عقارب لبنان، وعندما بلغ 20 من عمره أرسله والده إلى القاهرة ليلتحق بالأزهر الشريف. كل واحد مننا يضرب الثاني ألم. ليه يا صاحبي؟ لأننا ما كناش بنفكر إلا في نفسنا. فرقة بائسة، استعدوا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أخ خف كمل، دي مش إيد بني آدم. بدأ حياته المهنية من خلال العمل بالصحافة الفنية والأدبية في أكثر من جريدة، حتى جاءته الفرصة لتقديم أول أدواره السينمائية من خلال فيلم غادت الصحراء. لم يكتفي الفنان الراحل بالتمثيل فقط، وإنما عمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام، وخاصة أفلام يوسف وهبة، ولكنه اضطر عام 47 التفرغ للتمثيل بعد فيلم القناع الأحمر لازدياد الطلب عليه بعد انتشار موجة أفلام الكوميديا آنذاك. هزلت وزبلت وتنجلت. على الرغم من أن بدايات عبد السلام النابلسي كانت من خلال أدوار الشاب المستهتر ابن الذوات في أفلام عديدة، منها العزيمة، ليلى بنت الريف، والطريق المستقيم. وشك عصبي عصبي، قرب نزل ايديك وعصك لفوق، سنح تنح. ميه ابل عبل عبل عبل، ميه 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 ميه. يعد النابلسي اشهر من ادى الدور الثاني، وظهر مع الفنان عبد الحليم حافظ في عدد من الافلام، منها شارع الحب ويوم من عمري. بكرة الإذاعات والشركات هتجري ورانا، الفلوس هتنزل علينا زي المطر، مش كده؟ أنت لسه مش واثق من كلامي. إزاي يا أستاذ؟ وأنت كلامك ينزل الأرض أبدا؟ أنا أقسمت إني أوصلك للمجد وحوصلك للمجد. ليه يا أخويا؟ ما إحنا وصلنا أهو، مجد مع الأشغال الشاقة. كما تقاسم بطولة العديد من الأفلام مع إسماعيل ياسين. مال أضرب لك في الجرسات من الصبح؟ ما جيتش ليه؟ قاعد على ودانك؟ أنا يا فندم جيت على طول لما سمعت الجرس. خد الصورة المقرفة دي ارميها بره. انا اعصابي تعبانه، مش عارف ليه تعبانه. وشك عشان ايه يا فندم؟ تسديد حساب. وشك 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 وشك. اغنم جامد قوي يا جناب المدير. انت شرفت وشي بلمس صوابعك الكريمه، انا اشكرك من اعماق فؤادي المحتقن. ظل النابلسي متمتعا بلقب اشهر عازف في الوسط الفني حتى وصل الى 60 من عمره، ثم تزوج من احدى معجباته في بيروت وتدعى جورجيت، إلا أن الزواج كان دون علم أسرة الفتاة، ولكنه كان عن قصة حب عنيفة. رحل صاحب الابتسامة والإفيهات الشهيرة، ولكن بصمته في الأفلام ما زالت موجودة. نعمة جديدة بعد كلام يقوله راجل زيك اسمه مكتوب في التاريخ بحروف من ألماس. ليه بقى؟ اخترعت القنبلة الذرية. انت عملت عمل أعظم من القنبلة الذرية وأهم من القمر الصناعي وأكبر من ايه بس اللي أنا عملته؟ أنجبتني، خلصتني، قدمت للعالم نابغة فن الحلاقة، أنجبت زيزو.